شو جاي تشكرني على الفيلم القصير اللي بعثت لك يا؟ مع انك صاحب الفكرة يعني حبيت رد لك اللي عملته فيه لورجيك انه مو بس انت بتاخد يلي بدك يا. بتتذكر نحن حكينا من قبل؟ انا كمان رح ضل دافع عن حبي. قلت لي حبك انت مو اكثر من ولد دلوع ومدلل. مفكر حالك نجحت باللي عملته؟ ايه طبعا متأكد، وإلا انت ما كنت واقف قدامي. معناها انا وصلت للي بدي اياه. عن جد بزعل عليك وبشفق كمان. بتزعل وبتشفق علي بس لانه عم دافع عن حبي. مين مفكر حالك؟ ها؟ مين انت؟ شو رأيك بدل ما تحطنا براسك تروح تدور على حقيقتك؟ بركي بتلتهي شوي وبتعرف مين بيكون أبوك. فهمنا. سكوت ما تحكي ولا كلمة. بعرف إنه ممدوح صايم طلع مو أبي، وبسببك انزرع الشك بقلبه. صار عندي أسباب كتيرة لأكرهك وما أطلها بوشك. غيران من حياة ما هيك. ممدوح اللي كنت مفكره أبوك طلع أبوه لإلها، وإنت ما عرفت مين أبوك لهلا. خلاص رح دفعك تمن كل شي سرقته مني جود. دمرت لي حياتي وأنا يلي رح حاسبك. رح تطلع بعيون جيهان وتتذكرني عشت أحلى لحظة وقت بستا كأنه كنت بحلم ما حبيت فيه منه أبدا. راح موتك بإيدي. عروة جود رجعي، ترك المسدس من إيدك. رجعي قلت لك تركه بعد عنك. أوسني إذا بدك تقتل حدا قتلني إلي جود، لأنه أنا اللي اشتكيت عليك وأنا اللي حبستك، لهيك أنا اللي لازم أتعاقب. أنا جاهزة أدفع الثمن بس لو سمحت تتركه. لك عم تتعاقبي شو بدك أكثر؟ أنت مو ملاحظة أنك انحرمتي من بنتك طول عمرك؟ في أكبر من هيك عقاب؟ ها؟